دعت المطربة اللبنانية مريم فارس جمهورها بإلغاء الحفل الغنائي الذي كان مقرر إحيائه في دولة الكويت. وعن سبب إلغاء الحفل شاركت مريم بيان توضح فيه إن الشركة المنظمة أخلت ببنود العقد الموقع معها. وجاء في البيان تعلن شركة مريم ميوزك عن إلغاء حفل ملكة المسرح مريم فارس الذي كان مقرر إحيائه في الكويت في قاعة قصر حولي. نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب جدا. وعلى الرغم إن البيان الرسمي الصادر من مكتب مريم فارس ذكر سبب إلغاء الحفل، إلا إن صحفي كويتي أثار جدلا كبيرا بتغريدة أطلقها عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها: بذل متعهد حفل مريم فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخلدي قصارى جهده للقدوم بمريم فارس لتحيي حفلها بالكويت بحولي بارك، إلا إنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها من دخول دولة الكويت، لذلك استقر على إقامة الحفل بعبد السلام الزايد والسلطان العماني. وعن سبب منع مريم فارس من دخول دولة الكويت كشفت تقارير صحفية إن الأمر يعود إلى إحيائها حفل سابق تم منعها فيه من الرقص على المسرح. وفقا لقرار صادر من وزارة الإعلام الكويتي وعلى أثره التزمت الفنانة مريم فارس بالأمر وقدمت أغانيها دون رقص، لكن أبدى أحد الحضور انزعاجهم من أداء مريم فارس في الحفل مشيرين إن صوتها نشاز جدا بخلاف عدم تناغمها بينها وبين الفرقة الموسيقية مما جعل التفاعل ضعيف، الأمر الذي أزعج الفنانة مريم فارس بشدة فأبدت غضبها من الشروط التي فرضت عليها وتسببت في فشل حفلها. ودي كانت لقطتنا عن أسباب منع دخول مريم فارس من دولة الكويت. لو أول مرة بتشوفوا القناة ياريت تعملوا سبسكرايب ليها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. بشكركم للمتابعة.